اكتمالا للثوره بدأها الشباب وحفظا لمستقبل مصرنا، نتطلع لبناء جيل قادر على قياده مقدراته، متجاوزا كل اخطائنا، متسلحا بقيم الحق والعدل والجمال. من هنا يدعو تيار الشراكه الوطنيه اعضاء البرلمان القادم بان يتبنوا مبادره لادماج ماده التربيه السياسيه للمناهج التعليميه، وذلك لرفع الوعي السياسي للنشء ولارساء المفهوم الصحيح للديمقراطيه. عدم اقامه مشروعات وطنيه علما بان محافظه مطروح هي اللي اهلت مصر انها تخش منظمه الاوبك الدور المصدره للغاز، والكلام ده تقدروا تتاكدوا منه من الهيئه العامه للبترول. وبرغم كده ما عندناش مصنع واحد لاستهلاك الغاز، ما عندناش مصفاه واحده لتكرير البترول. كل العاملين بشركات البترول في المحافظه من خارج المحافظه. 2% فقط من عدد العاملين داخل المحافظه من ابناء مطروح. عندنا ازمه بطاله غير عاديه دلوقتي من المحافظه، تعتبر الازمه بطاله موجوده في الجمهوريه كلها، بس احنا عندنا مدينه صناعيه، احنا عندنا منطقه سخن منطقه صناعيه كامله. عندنا ازمتين فيها ان المستثمرين بيجيبوا عماله وافضل بره السويس كتير. الازمه دي ممكن حل بسيط فيها سريع لو طلبوا في سنتين اثنين هم وقفوا بس تغيير الاقامه للناس اللي تيجي بره السويس، مفيش مشكله ان هم يشغلوا ناس وقت، بس الازمه ان حل ولو معدل 60% من الناس اللي موجوده بره السويس. اعمل تشغيل للعماله الداخليه بالفعل، ان احنا عندنا نسبه بطاله اقل من 25 سنه كتير جدا. لنا من انعدام وجود كفاءات لتولي مسؤوليات، فهو هنا النهارده بيورينا ان الشباب في قدرات هائله وفي بالفعل يمتلك الكفاءات اللي ممكن تنقل البلد دي لقدام. فانا بشكرهم جدا على مجهودهم اللي عملوه، واعتقد ان لما حضراتكم تسمعوا المشاريع بتاعتهم هتعرفوا ان في طاقات نتمنى ان تستغلها الدوله، وهي نفس الطاقات التي انطلقت في 25 يناير ولا تنتمي للفكر ما قبل 25 يناير، وهو ده اللي احنا عايزين ننميه. بما ان الدولة بتقوم على اهداف ومبادئ 25 يناير و30 يونيو، فيجب ان نلجأ لهؤلاء الشباب لكي نبني المستقبل.